السلام عليكم، سلام تحية، كيف كل وحالة؟ مثل ما كان المواطنين الأفراد درجات في المواطنة في نظام المخلوع، نفس الأمر استمر في ظل كتن الميليشيا السلالية، بس للقبائل، قبائل مشي حالك وقبائل في آي بي. وتمت التعبئة في صناديق خلال الحروب الأخيرة لابن الحوثي على اليمنيين. الآن جاء دور القبائل الفي آي بي وقاري التعبئة، القبائل اللي كانوا للهنجمة بس فوق بقية الناس، وهم كم من فندم من النوع المنازل، فنادم التعيون وقصع الفول، فنادم يشلوا أول الصرف من المكروف إلى البطانيات وإلى الطقوم والحبوب. وصل الدور خرجوا اللي لفرفتوه 35 سنة وبقيتهم الشعب العظام، شوف ربك حاكم عادل. قال حوثي عليهم لعنة ونكبة، والله العظيم إننا سوف ندوس على أعناق الغزاة والمحتلون كما ندوس على أعناق هذا، وبعد دامنا الطاهرة، بعد دامنا الطاهرة هذا. دلا يا حبوب، والله إنك مبحشين من أمس في الديوان، وارقلك الطاهرات قولتك تكسرين من المذكة لا غير. خذ الناس خرقوا من السوق، وبعد الخلاق اللي عدم مشعبين يدخلوا تجاه الضباء قاع قهران، ولا نقول قبال نهم. يلا روينا يا احمر العين. عورتم امريكا، انهارت خلاص، حلف الاطلسي اقالوا كساح، وشل الرعاشي من الزامل، ملك هذاك كذاك، مكانكم والهنقبة الكذابة، رقعتوا كلكم فوق خرقة، مسكينة الخرقة، يلا يمكن نشوف اللقطات الجاية وهم اكيد بالمتارس، الله يستر، رجاءً لو في قهال واطفال يشاهدوا خرقوهم من امام الشاشة، يا جماعة اللقطات الجاية يمكن فيها رعب. ثم أما بعد، فإن قبيلة سنحان عقدت صباح اليوم لقاء قبلي واسعا أعلنت فيه رفع حالة الاستنفار والتأهب القصوى. مو كده بس يا شباب، هي دي القبيلة اللي مكنت آخر 35 سنة يا مخلوع؟ مو كملنا الطاهرات، تعبتوا وتقفاز، رجعتوا تفحطوا بالسيارات وفوق الخراق، ما هوش بحق اللي رسم الاعلام فوق اربع طاقات بز ابيض، كان ممكن تكسي 20 يتيم ثياب، الله لا حقكم خير، تلعبوا بالقماش وتهدروا كذا هنقمه طيسي فيسي. اعلنت فيه رفع حاله الاستنفار والتاهب القصوى لبدء سحق المارينز المستعمرين. يا مارينز، يا 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 مارز، لا مش انت اللي وراك ايوه الطويل هذا، ايوه يا ليد يا مارنز، اسرح، اطلب الله على بطنك وتقرص لك العافيه، شوفهم شغلوا الزوامل وواقي لك معصبين من صادق. يا مارنز، يا 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 مارنز، لا مش انت اللي وراك ايوه الطويل هذا، ايوه يا ليد يا مارنز، اسرح، اطلب الله على بطنك وتقرص لك العافيه، شوفهم شغلوا الزوامل وواقي لك معصبين من صدق. شفت كيف فعلوا بالخرقه؟ شفت كيف عاد بيسوبك انت؟ قرح رجولك وانت في ذمتي، ها، وغلق الباب بعدك وطفي السراج. وجوب خروج كل قادر على حمل السلاح للجهاد المقدس دفاعا عن اليمن في مواجهة العدوان وتطهيرها من دنس الغزو الأمريكي، وسرعة التوجه لمراكز التدريب ومعسكرات الاستقبال التابعة للجيش واللجان الشعبية. عدهم إلا بيروحوا يتدربوا، وأقل فترة 45 يوم. للأسف ما بيلحقوش، لو كان كلمتهم بدري يا شخوة كان ممكن يعني، لكن تجهزوا كذا على طول تجي تعبي زولا من رأس القامة. غلطان صراحة، هذول قبائل في آي بي، مو تحسبهم بني حشيش ولا آنس، أبي قلبة وعبي لا فوق الشاصات من أبو 12 سنة، يومين وعبيت الصناديق ورودة الشهطة وعلق الصور، لا 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 لا
ذولا لازم كان تنسق معهم من قبل. ها مو تحسب انت خرق خرق بيدعسوهم لك لما تقول انت والمسيرة بس. اما قحبهم من صدر لازم تتأنى قليل. ما قاموش مع صاحبهم اللي له 35 سنة يعصد في بطونهم عصيد. شفت هالبوازيك وكيلك الله، هذه مخزون منها ب 94 واسأل مهدي مقولة. إنما محلولة. أبشر أبشر وعرف أمور الهنقمة نص القتال. لك يا والد سمع سيدك عبد الملك كلمتين حلوين. اشتحيت خليك أمور، المسيرة موجودة. المسيرة القرآنية بهذا الصمود وبهذا العنفوان ونحن في محل ثقته. عاد باقي لو تشتي، عاد باقي مليان. وين قال الثاني؟ هات ما عندك يا عم. عاد هذا ضخام يا سيدي. والله والله أننا كما أحرقنا العلم الأمريكي والإسرائيلي أننا سنحرق غزاتهم في هذه الأرض، ولن يخرج منهم أحد إلا رمادا تذره الرياح بإذن الله. رماد 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 ما فيهاش. بس انت يا شخوان لا تنساهم من الغاز، لا تنساهم من الغاز، مش بعدين يرجعوا يدوروا الغاز في السوق السوداء. الله الله بالغاز. هيا كيف تمام كده ولا يزيدوا؟ القبيلة تبدى غضبها العارم في رسائل بعثت بها إلى الغزاة عبر الزوامل الجماعية ورقصات البراع. فيها إجمال الموقف. يا ويلك يا ويلك يا أمريكا من البراع، ويلاه يا ويلك ويلاه. قبل سنة كانوا يقولوا جيزان عسير نقران، واليوم بيواجوهم بالبرع. فين يا ليت فين؟ سمعنا سمعنا كم اننا ما عرفش العناوين بصنعاء. تمام. من شارع المياه من منطقة سرحان أمانة العاصمة وليد البشري المسيرة. ولا تهونوا ولا تهونوا، يلا حيهم. شارع المياه خط احمر، دق الطاسة يا ولد، دقت ساعة العمل وقش ولا نخص.